محاضرتنا لهذا اليوم هي محاضرة الهوشكن لنفوما. احنا سابقا حكينا على النون هوشكن بتفاصيلها وبأنواعها. اليوم راح نكمل وياكم النون الهوشكن. الهوشكن اتس اكاونت 40% اوف ادلت لنفوما، ولكن هي اقل من النون هوشكن. It's mostly in male more than female except nodular sclerosing type اللي هو يجي اكثر شيء بال female و children. More common in Caucasian. Disease have bimodal age distribution. أول peak ممكن يصير بعمر اليونج اللي هو 15 إلى 35 سنة أو 34 سنة. ال second peak تجي بعمر ال 50 فما فوق. إذن الهوشكن is a disease of young. الهوشكن مثل ما قلنا هو less common than non-Hodgkin. It's a local disease, only nodal involvement. Characterized by contagious spread of the lymph node, يعني from one lymph node to other, cervical lymph node, the supraclav, the mediastinal, and so on. It's characterized by Reed Sternberg cell, اللي هو crippled germinal center B cell, characterized هاي cell means مالتها انه اول eye appearance. This is the cell, this is the oval appearance, this is oval eye appearance اللي هو characteristic. إذا ما شفنا ال RS cell راح نعتقد انه disease هو non-Hodgkin، أو نخلي ببالنا انه disease non-Hodgkin. Risk factor وممكن يكون exposure to بنزين. البنزين يسوي يعني increase the risk of Hodgkin and acute leukemia. الهوشكين can complicate and causes أيضا acute leukemia. الفيروس associated بشتايم باي فيروس الهوشكن اكثر يعني اسوشيشن ويا، وخاصة البيشنت ابو الهوشكن دائما يجون عندهم انفكشس مونيوكليوسز. ايضا بشتايم باي فيروس ممكن يسوي اذر تايب اوف مالجنسي، مثلا نون هوشكن لنفوما، سبيركت لنفوما، برايمري سي ان اس لنفوما، ممكن يسوي نيزوفرنجيال كارسينوما. عندك اذر فيروس ولا اتش اي في فيروس اللي هو بيشنت كاري هاي ريسك للهوشكن. هوشكن لوفوما اسوشيتد وذ ديفكت ان سيل ميديت اميونيتي. السكندري امايلودوسز اللي هو اكيوميليشن اوف ذا امايلود بروتين ايضا يكون ريسك للهوشكن لوفوما. الليمفادينوباثي مثل ما سابقا قلنا انه بالهوشكن لوفوما لانه ديزيز اوف ذا ليف نود، فهو يتميز بالكونتاج والسبريد، يعني قلنا مثل انه تبدي بالسيرفايكل والسوبركلاب والميديستاينو، وهذه تعتبر ان كونتراست تو نون هوشكن، لان نون هوشكن ممكن يكون نودل اكسترا نودل، ممكن يكون اصلا ما يمشي بكونتاج والسبريد. الليمفادينوباثي اذا هو اتس لوكالايزد اند بينلس بينفول اكيوت انفلاماتوري بروسيس. هوشكن لنفوما اف تريتد وذ راديوثيرابي result in the near future or to non-Hodgkin lymphoma. That's what why يعني what's called treated Hodgkin result in non-Hodgkin. Classification of Hodgkin lymphoma نوعين رئيسيين هما classic Hodgkin lymphoma هما the most common types، وال rarest type اللي هو lymphocyte predominant type اللي هو يعتبر انه أقل شيوعاً، وهذا ميزاته أنه good prognosis و account 5% of the Hodgkin lymphoma، وهذا يعالج حقيقة ك non-Hodgkin. الكلاسيك Hodgkin subtypes هو nodular sclerosing type اللي هو most common subtype mostly in female and children. دائماً يكون mediastinal involvement أول ما يجي، كأنه ممكن يكون excellent prognosis. والار اس مالته هو لاكنور تايب. راح نحكي على انواع الار اس سيل. الليمفوسايت ريتش ذا سكند تايبس جود بروجنوزز. الميكس سيلولاريتي موستلي ان ايلدرلي بيشنت، دائما يجون انهم ستيج 3 ستيج 4 ديزيز، دائما يكون عندهم ادفانس ديزيز، ممكن يكون نو سبلينيك انفولفمنت، وانه كاركترايز باي بريزنس اوف مور ذان وان سيل، يور بلازما سيل، ايزينوفيل، استيوسايت. الليمفوسايت ديبليتد تايب هذا النوع الرابع من الكلاسيك هوشكن، هو يعتبر أسوأ الانواع، وهو طبعا ليست كمون الحمد لله انه يعني مو شائع كلش، لكن اتس فيتال ديزيز موست اجريسيف، بورست سرفايفل، بورست بروجنوزز.
الجينيتكس ديس اوردر اللي يصير بالهوشكن لينفوما هو انت عندك هنا نيوكلير ريكتر كابابي اللي هو ترانسكريبشن فاكتور، هذا طبعا هو لايت تشين، هذا بوجود الفيروس اللي هو الابستاين باي فيروس او اذر فيروس ويل بي اكتيفيت، يصير بي اكتيفيشن هذا راح يصير عندك هنا سويتش اون، يعني انه كان اوف تحولت الميوتيشن الى اون، فيصير جين بروموت ذا بروليفريشن، هنا عندك مور اند مور بروليفريشن للسيلز فتؤدي الى الكانسر برودكشن. كلينيكلي انه الهوشكن لينفوما قلنا انه ديزيز اوف ليف نود سيرفايكال ليمفاديناباثي then separate to supraclavicular lymph node then to distal lymph node ممكن يكون splenomegaly ولكن not massive. طبعا ايضا اكو بي سيمتوم فيفر اند ايتشينج. نفروتيك سيندروم ممكن يصير which is minimally changes disease that's diffuse membrane glomerulonephropathy nephropathy which is disease of young. obstructive jaundice ممكن يجي البيشنت بهذه البرزنتيشن مع الليف نود لانه اذا كان بورتو هيباتيك ليف نود انفولفمنت. سكين ممكن يكون اريديما نودوزا. عندك البارانيوبلاستيك بيكتشر ممكن يكون سيربرال ديجنريشن واوتو اميون هيموليتيك انيميا. بين ان ليمفادينوباثي when consuming alcohol this is very specific with Hodgkin lymphoma. يعني اذا هو عنده ليمفادينوباثي وانجست الكهول وصار painful lymph node هذه ما تعتبر inflammatory process تعتبر diagnostic للهوشكن لينفوما. short note about the causes of mediastinal mass لما عادة يعني مو بس الهوشكن يجي يسوي لك mediastinal syndrome أو mediastinal mass. عندك thyroid lymphoma إذا كان extend to the mediastin ما تسوي. عندك thymoma teratoma tribal lymphoma اللي هو هوشكن which is commonly nodular sclerosing subtype causing fever and dry cough with shortness of breath. Diagnosis of the Hodgkin lymphoma CBC neutrophilia eosinophilia especially in mixed cellularity مثل ما قلنا النوكوبلازما سيلوكوستيوسات وإزينوفيل. if anemia or lymphocytopenia this indicate poor prognosis and protection كلش قليل. high LDH indicate poor prognosis لأنه bulk of the tumor. chest x-ray mediastinal mass تشوف انه هو massive أو matted lymphadenopathy bulky disease indicate poor prognosis. PET CT for staging and treatment evaluation هذه كلش مهمة انه كل patient سوي له baseline PET وبعدين after 2 cycles revise the PET to evaluate the response. اذا ماكو response راح تضطر shift to other line of chemotherapy. biopsy usually excisional or incisional biopsy طبعا to diagnose of lymphoma never used FNA. grossly الليف نود لما تنشال بالبايوبسي تلقاها bulging اللي هو fish flush appearance هذا الفيش flush appearance مثل القطع السنك. it's rubbery inconsistency مطاطية. microscopically لازم نشوف الـ RSL أو الفاريانت مالته. confirm diagnosis by immunohistochemistry اللي هو طبعا تدري انه هنا الليمفوسايت بالنسبة لل هوشكن هي كلاستر ديفرنشيشن 15-30 بوزيتيف. الار اس سيل عندنا هنا ذا لارج مالجنانت ليمفويد سيل او بي سيل اوريجين اوف تو نيوكلياي دني عندك هنا كونتيننج ا برومينانت ايزينوفيليك نيوكليوس ستو نيوكلياي ذا سيل ذا ستو نيوكلياي نيوكليولس معناتهم يكون ايزينوفيليا فهي هاي اللي عطت الاول اي ابييرنس اول اي ابييرنس. النوع الثاني variant ولكن red Sternberg cell is a large with a single hyperlooped nucleus. this is large hyperlooped nucleus multiple small nucleoli and eosinophilic cytoplasm which is retracted around the nucleus. بس أنا نجمع وهذه create an empty space اللي هو lacunar. this is an empty space lacunar. طبعا اللي يريد يعني بعد انواع موجوده بالهامش بالنسبه للبوب كورن بليومورفيك مونومورفيك سيلز انواع يعني سيدني اكثر شيء شيوعا. ستيجينج اوف ذا هوشكن لينفوما اكو كلينيكال ستيجينج اللي انت تشوفه بالاكزامينيشن واكو البيت ايمجينج فور ستيجينج. عاده نستخدم الان هاربر كلاسيفيكيشن ستيج 1 ديزيز هو سينجل سايد سينجل ليف نود يعني اور سينجل اكسترا نود فويد
اكسترا نودال لينفويد. لا انا خلي بالك انه صح هو اوتسايد ذا لينفويد لكن هو لينفويد ستراكشر ستيج 2 يعني تو ليف نود اور مور سيم سايد اوف دايفرام اثنيناتهم نفس الجانب ماده اما ابوف اور بلو ستيج 3 بوث سايد يعني ابوف اند بلو وستيج 4 هو ديفيوز وان اور مور اكسترا نودال او اكسترا لينفاتيك تيشو يعني مثل الليفر والبون مارو طبعا بوجود الاي سيمتوم والبي سيمتوم لاي معناها انه نو فيفر ويت لوس اند سويتنج والبي سيمتوم هي وجود هذه الفيتشرز الانفيفورابل بروجنوستيك فاكتور بالهوشكن لنفوما الايج ايج مور ذان 45 يعتبر انفيفورابل ميل بيشنت ستيج 4 البومين هايبر البومين less than 40 هيموغلوبين less than 10.5 جرام بير ديسيليتر الوايت بي سي كاونت مور ذان 15000 لنفوسايت less than 600 ايتش ايتم هاز 1 سكور يعني 1 بلس فانت كل واحده من ذني تجمعهن وتطلع والسكور سيستم هذا يسمى هاز ان كلافر اندكس وكل ما يكون هاير سكور كل ما يكون لور سيرفايفل تريتمنت اوف هوشكن لنفوما يعني انه من الشيء المفرح بالنسبه للهوشكن لنفوما سكيورابل ديزيز مور ذان 90% كان بي كيورد الكيموثيرابي والاي بي في دي اللي هو ادريامايسين بليومايسين وفينيبلاستين ودوكسوروبسين سوري مع داكاربازين فاذا كان ستيج 1 ستيج 2 ديزيز ممكن نعطي 2 تو 4 سايكل كيمو ذن انفولف فيلد راديوثيرابي يعني هنا دخلنا الانفولف فيلد راديوثيرابي حتى اقلل الكيموثيرابي سايكل لكن بالستيج 3 ستيج 4 ديزيز لازم اكمل 6 ل 8 دورات كيموثيرابي ذن انفولف فيلد راديوثيرابي ريلابس ريفراكتري ديزيز ممكن نستخدم اوتولوج ستيم سيل ترانسبلانت إذا كان early relapse وإذا كان late relapse يعني مباشرة ماخذ فترة طويلة يلا صار ممكن أنه أستخدم لبرنتوكسيماب فيتوين اللي هو target therapy which is monoclonal anti-CD30 antibody يعني قلنا أنه الهوشكن cells مالتها CD 30 CD 15 positive فهذا targeting this cell go to the apoptotic pathway قبل ما انطي كيموثيرابي must check kidney function test due to chemotherapy can damage the kidney وهوشكن لنفوما كان cause nephrotic syndrome الليفر function test ايضا مهم جدا prior to chemo also ejection fraction حتى انه لازم اتاكد لانه بوجود الادريامايسين راح يصير لك free radical فيسوي لك cardiac toxicity البلمونر function test مهمة جدا لانه risk of bleomycin fibrosis radiotherapy used to treat Hodgkin lymphoma can complicate to non-Hodgkin صح هذه يعني النقطة أساسية احنا قلنا كان treat Hodgkin result in non-Hodgkin hypothyroidism لأنه hypothyroid gland خاصة لأنه cervical disease medistanal disease therefore thyroid function test must check if suspected cases solid tumor breast cancer therefore start annually mammogram check خاصة يستمر من 10 سنوات after treatment or at age of 40 like cancer especially in smoker all these result from the treatment يعني radiotherapy treatment cardiomyopathy as early coronary complication due to doxorubicin the ABVD بالعموم هو less likely to cause infertility يعني أحسن من الموبل الموبل هو البروتوكول السابق كان يسوي high risk of the infertility